مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. بين الواجب عليه من جهة وما يتطلع إلى تحقيقه من جهة أخرى، ملخص مشروع الأغلبية من الأدباء والشعراء في زماننا الحالي وربما في مختلف الأزمنة والعصور السابقة كذلك. واجبات وإنجازات وجهود وضوابط ومعايير ربما لا يمكن تجاوزها في الوقت الحالي. تشهد الحالة الأدبية العربية ما يمكن تسميته هيمنة الرواية العربية في السوق على حساب الشعر. فهل الشعر مهدد ويتعرض إلى محاولات استبعاد مثلا؟ هذا ما سنناقشه في حلقة هذا الأسبوع من بيت القصيد مع ضيفنا عبر الإنترنت الأستاذ محمد الشبراوي، الكاتب والناقد الأدبي المصري. أهلا بك أستاذ محمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى، سعيد بهذه الاستضافة، شكرا لك وشكرا لجمهورك الكريم. يعني قبل أن نذهب إلى نقدك الحالة الشعرية العامة من حيث الطباعة ومن حيث يعني استمرارية الشعر بالشعراء الموجودين أو بالأفكار التي تطرح أو برسائل التجديد على يعني مختلف المنصات ومختلف الوسائل، الشعر بمضمونه العام قبل الحديث في هذا والرواية بمضمونها وقبل الحديث عنها، نريد أن نتحدث عن محمد الشبراوي في البداية. حدثنا عنك بحدود ما تود أن نعرف عن محمد الشبراوي الصحفي المصري وكذلك المهتم في مجال الأدب والإبداع والنقد. تفضل أستاذ محمد. أنا اسمي محمد شبراوي، أعمل في شبكة الجزيرة الإعلامية، لي عدد من الإصدارات الأدبية، منها مثلا كتاب اسمه خطوب ودروب، وهو مقال تناولت فيه عددا من القضايا الأدبية الموجودة على الساحة، منها القضايا النثرية والقضايا الشعرية والحالة الثقافية بشكل عام أو ما يسمى حاليا بالشلالية الثقافية في النقد والأدب وما إليه. كذلك لي كتاب اسمه كناشة الراوي، يدور في الفلك ذاته ولكن بطريقة أكثر صرامة، الأول خطوب ودروب فيه حس أدبي ساخر، ثم كناشة الراوي، وكذلك لي كتاب إن شاء الله يصدر قريبا اسمه ذخيرة الأدب في دوحة العرب، وأعمل حاليا ولعل ذلك من الحصريات لقناة الرافدين على سيرة ذاتية لشخصية من الشخصيات المؤسسة لشبكة الجزيرة الإعلامية بإذن الله. ما شاء الله ما شاء الله، زادك الله توفيقا وفضلا ورزقك من العلم ما تشتهي وأضعافه أستاذ محمد. يعني انحيازا، لا أريد أن أنحاز أكثر إلى الشعر خصوصا أنني أميل إليه كثيرا على حساب الرواية، لكن إذا أردنا أن نشرح الواقع لا أن نشرحه، إذا أردنا أن نشرح طبيعة الواقع المعاصر الذي نعيش، هل فعلا الرواية تصارع الشعر أم أن الشعر في حالة صراع مع الرواية، أم أن ما يحصل هو أمر طبيعي من مقتضيات العصر والتطور الطبيعي؟ المسألة، أتوهم أن المسألة مسألة طبيعية جدا، ليست نوعا من الصراع، وإن كان بعض الناس يريد أن يسوقه بهذه الصورة أو أن يظهر في هذه الصورة، وهذه مسألة أدبية أيضا. لذلك تجد مثلا أنه الأستاذ العقاد رحمه الله عندما تكلم عن هذه المسألة، وكانت القصة في العالم العربي في بدايتها القصة بمفهومها الغربي الحديث أقصد، نعم، في هذا الوقت كتب العقاد رحمة الله عليه إن بيتا من الشعر يعادل 50 صفحة من القصة، ثم ساق عددا من الأبيات في طليعتها قول الشريف الرضي: وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب، فانتخى له عدد من الأدباء وعدد من النقاد، من مروان عبود ومن ثروة أباضة وغيرهما من الأدباء الذين تحدثوا وحاولوا أن يفندوا هذه المسألة، وأن الصراع بين القصة والرواية هو بين الشعر وبين القصة هو لصالح القصة، وأن الزمن الذي نعيشه يحتاج إلى تفاصيل الشعر لا يقدمها، وهذا كلام مردود عليه وفيه تفصيل كثير. لكن الفكرة أن الشعر لا يصارع الرواية ولا يصارع القصة، هذا لون وهذا ذوق، ولهذا جمهور ولهذا أيضا جمهور آخر، لا تعارض بينهما. وإن كانت مسألة التفضيلات، كل الناس تسعى الآن إلى المقارنات وإلى التفضيلات، هذا ليس أكيدا وليس صارما بدرجة أو بأخرى، إنما مسألة تفضيلات، أنا أحب الشعر، غيري يحب القصة، غيري يحب الرواية، وهي لا تزيد عن ذلك. حينما وطأت للحلقة بالحديث قليلا عن ذاتك أستاذ محمد، جئت على يعني تعريف نكأت به جرحا وقلت الشلالية الأدبية، هل فعلا اليوم يعاني المشهد الثقافي والأدبي على مستوى المنطقة العربية
من ظاهرة الشلالية الأدبية؟ نحن نعلم أن المعاناة موجودة، لكن السؤال هنا، هل هذه المعاناة باعتقادك صحية أم أنها تعود بالسلب على المشهد الأدبي ككل؟ هذه المسألة قديمة متجددة، تحدث عنها الأدباء قديما وتحدثوا عنها حديثا. فمثلا أبو حيان التوحيدي عندما خرج من بغداد إلى خراسان وذهب إلى الصاحب ابن عباد وأراد أن يجد لنفسه موضعا بين يديه لم يجد، ثم تكلم بعد ذلك، وكان من قبل الصاحب ابن عباد ذهب إلى أبي الفضل ابن العميد الكبير ولم يجد عند الرجلين ما يبحث عنه من مكانة ومن حظوة، ومن ثم كتب كتابه الشهير أخلاق الوزيرين أو ما يعرف مثالب الوزيرين. ومن هذا الوقت ومن بعده تحدث الأدباء في كل زمن عن مسألة الشلالية الأدبية بمفهومها المعاصر، المفهوم معاصر وإن كانت الفكرة قديمة. من ذلك مثلا نجد في العصر الحديث أن أحمد بهاء الدين تحدث عن ما يسمى بمؤامرة الصمت الأدبي، أن عددا من الأدباء أو من النقاد الموجودين على الساحة لا يتحدثون إلا عن شخص ما من الدائرة الضيقة التي يدورون في فلكها. إذا كان شخص من الأشخاص خارجا عن هذه الدائرة فهم ربما يصمتون ولا يتحدثون عنه وإن كان عمله عملا أدبيا ماتعا. أذكر مثلا أن فتوى أباضة تكلم في هذه المسألة وشكى في بعض الأيام إلى توفيق الحكيم، قال له إنني أعطيت الرواية، كانت رواية اسمها رواية ابن عمار، أعطيت هذه الرواية لعدد من أو لهذه أو لعدد من النقاد أذكر، ثم لم يكتب أحد منهم عن هذا العمل. فيبدو أن توفيق الحكيم كان في حالة من التشبع بالملل أو في حالة من الزهد في كتابة الصحفيين أو في كتابة النقاد، وقال له، ضرب له مثلا غريبا، قال له إن شئت أن تحظى بقدر من الشهرة في هذا البلد فعليك أن تذهب إلى ملهى ليلي كباريه وأن تصفع إحداهن راقصة، أن تصفع إحداهن قلما أو أن تصفعك هي قلما، ثم بعد ذلك ستعرف بين أمم الأرض ليس هنا فقط، أما الكتابة يا ابني ما بتأكلش عيش، قال له هذا نصا. فهذه مسألة غريبة لكنها في الوقت ذاته قديمة متجددة، الشلالية موجودة. نعم. هناك من يكتب قصيدة ويراها أهل الأدب في جملتهم أنها قصيدة لا قيمة لها، قصيدة غثة باردة، لكن الجمهور الذي يبحث عنه هو الدائرة الضيقة التي ينتمي إليها، هؤلاء يهللون ويقبلون لهذه بشكل أو بآخر ويقدمونها على أنها هي الفن الجديد وهي الأدب الجديد وهي ليست من ذلك في شيء. فمسألة الشلالية موجودة للأسف. نعم. في قديم وفي الجديد، لكنها من وقت لآخر تظهر بشكل مبالغ فيه أحيانا. أذكر أيضا أنه في معرض القاهرة الدولي للكتاب الماضي نشرت أو طبعت رواية من الروايات، وهو كان ذلك العمل الأول لإحداهن، طبع هذا العمل 26 مرة أو 27 مرة خلال أسبوع أو أسبوعين. هذا كان مدفوعا بعدد من الشلالية، فضلا عن أن وهذه طامة جديدة من المؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالإنفلونسرز في هذه الأونة. نعم. يعني دائما أستاذ محمد على ما يبدو أنك يعني بتوسعك يعني تضاعف نك الجروح وفتح الموضوعات الشائكة، الموضوعات كثيرة الجدل والتي يعني يتداولها الكثيرون. هل اليوم يعني انطلاقا مما أنهيت به حديثك، ودعني أؤجل سؤالي الذي كنت أود أن أطرحه عليك كي لا تفوتنا هذه النقطة، انطلاقا مما أنهيت به حديثك السابق، هل نفهم أن دور النشر اليوم لا تهتم للقيمة الأدبية بقدر ما تهتم لانتشار هذا الشخص حتى وإن كان هذا الشخص يقدم محتوى تافها بين عريضتين؟ أتوقع أن بعض دور النشر تفعل ذلك، لأنني لا أستطيع أن أعم. أهل المنطق يقولون كل تعميم خاطئ بما فيها أو كل تعميم خطأ بما فيها هذا التعميم. فمسألة الدور النشر، توجد دور نشر تهتم جدا بعدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، وقال لي بعض الأصدقاء حاولت أن أنشر كتابا أو غير كتاب فقيل لي كم عدد المتابعين الذين يتابعونك على منصات التواصل، فكان الشاب يستهجن ذلك ويقول ما علاقة عدد المتابعين بالقيمة التي أريد أن أقدمها للناس، وهل سئل العقاد عن ذلك وهل سئل طه حسين وهل وهل وهل، وجملة من الأسئلة الطويلة العريضة. فالمسألة الآن
يوجد بها جانب تسويقي، عندما تعرف دار النشر أن هذا الشخص يتابعه وليكن نصف مليون شخص أو نصف مليون متابع على منصات التواصل، فيتمنون يعتبرونه فيها معيارا لنجاح الكتاب فيما لو طبع، يعتبرون المليون أو النصف مليون معيارا لنجاح هذا الكتاب فيما لو طبع وسوق. على أي حال، دعنا نعود إلى النقطة السابقة أستاذ محمد، لا نريد الحديث كثيرا فيما يتعلق بموضوع دور النشر. إذا كانت هناك دور نشر تبحث عن انتشار الشاعر بعيدا عما يقدمه من محتوى عالي، فإن هناك من المؤكد دور نشر تهتم بالقيمة الفنية والكلمة العالية والمحتوى الراقي الذي يقدمه هذا الشاعر أو ذاك. بالعودة إلى فكرة الصراع أستاذ محمد، يعني قد يقول قائل إذا كان الشعر جنسا أدبيا قائما بذاته، والرواية كذلك إذا كانت جنسا أدبيا قائمة بذاتها، لماذا إذن يتشكل هذا الصراع؟ أم أن الصراع يقوم به أنصار والمشتغلون بكل جنس أدبي ليكون لهم السيطرة الأوسع لدى جمهور المتذوقين والمهتمين سواء بالشعر أو بالرواية؟ تفضل. بداية، أنا لست من أهل كرة القدم، كنت قديما أتابع كرة القدم، لكن منذ مدة بسيطة تابعت لقاء مقابلة صحفية مع ليونيل ميسي، وتحدث عن المنافسة في كرة القدم. قال من ضمن ما قال: أنا لا أنافس رونالدو، أنا أقدم ما أقدم، ورونالدو كريستيانو رونالدو يقدم ما يقدم. مسألة، هذه المسألة هاجس في أدمغة الجمهور أو في أدمغة المتلقي والمتابع. إذا المسألة أن الشعر يقدم ما لديه وله جمهور عريق، الرواية لديها جمهور عريق، القصة لديها جمهور عريق. المسألة ليست في المبدع، إنما المسألة في المتلقي. المتلقي يفضل هذا النوع، ربما لأن الرواية تفصل له التفصيلات، لا يقدم الشعر. الشعر إنما هو يقدم إلماعات مهمة، والمعاك الخطيرة لا يفهمها كل واحد. لا أريد أن أقول إن الشعر فقط هو للنخبة كما يقول كثيرون، وإن القصة أو الرواية تفصل الحياة اليومية وتضع المتلقي في جو الرواية، ومن ثم فهي تحظى بجمهور أوسع وبقبول أوسع من الناس، ومن ثم فإن الشعر جمهوره ضيق بينما الرواية جمهورها واسع، ومن ثم فالرواية هي التي تهيمن وهي التي تسيطر والعصر عصر وما إليه. لا، المسألة أن الشعر يقدم رسالة خالدة، وقالوا قديما إن الشعر ديوان العرب من الجاهلية إلى اليوم الناس هذا. أنا أرى ذلك من الجاهلية إلى يوم الناس هذا، فإن الشعر هو ديوان العرب، وأختلف مع دكتور جابر عصفور عندما قال الرواية هي ديوان العرب الجديد. إذن الرواية لها وجود، لا ننكر ذلك ولا نتصادم معه، في الوقت ذاته لا ننكر سيادة الشعر ولا ننكر أهمية الشعر. فأنا مثلا إذا وقفت على منبر في حفل أو في خطبة إليه، لن أستطيع أن ألقي على الناس فصلا من قصة أو من رواية، إنما ألمع ببيت شعر، وهذه مسألة ضرورية. وكما قال الأول: ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، واللحن يعرفه كل الباب. إذن المسألة أنني سأختصر، والإيجاز مطلوب في مواضع، والإطناب والإطالة مطلوبة في مواضع. لذلك قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله عندما سئل: هل كانت العرب تطيل؟ قال: نعم، ليفهم عنها أو ليسمع منها. قيل له: وهل كانت العرب توجز؟ قال: نعم، ليحفظ عنها. فهذا موجود وهذا موجود. ما شاء الله عليك أستاذ محمد، يعني زاخر بالكثير من العلوم، وأينما وقعت نفعت، أسأل الله أن يتم عليك وأن يفتح عليك دائما فتوح العارفين. طيب، إلى مشاكسة جديدة، ما رأيك بتوجه، لا نريد أن نقول الكثير، مجموعة لا بأس بها من الشعراء إلى كتابة الرواية؟ هل يمكن اعتبارها ظاهرة أو هل يمكن اعتبارها ظاهرة؟ ما الذي تفهمه من هذا التصرف من شعراء يبدعون في مجال ثم ينتقلون إلى مجال آخر؟ والله رأيت بعضهم يفعل ذلك وهم من كبار الشعراء في العصر الحالي، لا أريد أن أسمي. سألت بعضهم فقال قولة ابن حزم الأندلسي عندما قيل له: أنت فقيه وتكتب فوق الحمامة، قال: ليعرف هؤلاء أننا نحسن كل فن، أو أن لنا في كل فن يدا، يا سلام، أو أن لنا في كل فن يدا لا نستطيع أن نطلقها وإن كنا نمررها بشكل أو بآخر. هذا التعبير الأخير.
فالمسألة أن بعض الأدباء أو بعض الشعراء يرى في نفسه قدرة على الإطالة إنشاء، ويرى في نفسه قدرة على الإيجاز إنشاء، ومن ثم دخل هذا المضمار من باب التجربة ليس إلا. بعض الناس يرى أن المسألة وفق جابر عصفور الرواية هي شعر، هي الشعر الجديد، أو أن الرواية هي ديوان العرب الجديد، ومن ثم أراد أن يضرب بسهم وافر في هذا المجال. بعض الناس يرى أن المسألة لا تعد كونها مجرد مغامرة ربما تصيب وربما تخيب، ومن ثم فهو يبدأ فيها وإن لم يكمل. بعض الشعراء لا يريد أن يعرف بأنه شاعر، نعم لماذا؟ لأن الرواية هي المسيطرة، لكنك إن تمعنت في الأمر تجد أن هذه قلة قليلة، وأن الشاعر الذي يعتز بشاعريته لا يترك مضماره وإن حاول في مسألة أو في جانب آخر، ربما نعم يحاول كما قال الأول استفد في كل شيء تستريح له، لا تقعدن بعلم واحد كسلا. فالنحل لما حوى من كل فاكهة جنى جوهرين الشمع والعسل، فالشمع نور يستضاء به، والشهد يبرئ الأسقام والعلل. هو يبحث عن هذه وتلك، ويريد أن يكون له إنجاز هنا وإنجاز هناك، لكن الفكرة الأساسية التي يريد أن يعرف بها هي أنه شاعر شاعر شاعر. ومن ثم أحسنت. أذكر أن العقاد عندما سئل أنت تريد أن تعرف بأنك ناقد أو كاتب أو كاتب سياسي أو ما إليه، ذهب بعيدا عن كل ذلك، قال أريد أن أعرف بالشاعر. فهذه الشاعرية ليست لكل أحد، والشخص إذا كان مكينا من يا شعره سلام. لا به شيئا آخر، إنما يحافظ على شاعريته، ولا أقول يتعصب له، إنما هو يحاول في كل شيء لكنه يعتز بهذه الشاعرية ولا يتحول نعم. عنها، ربما يتحول معها لكن لا يتحول عنها. صدقت كثيرا، يعني مع كامل الاحترام للقيمة الأدبية التي يمثلها الدكتور جابر عصفور رحمه الله، إلا أنه يا أستاذ محمد، الأولون حينما وصفوا الشعر بأنه ديوان العرب لأنه يستشهد به، لكن إذا ما أردنا أن نسقط نفس التجربة ونفس التمثيل على الرواية فنقول إنها ديوان العرب. والسؤال لك أستاذ محمد، هل رأيت يوما أحدهم أو إحداهن تستشهد بفقرة من رواية للتدليل على موقف ما أو قصة حصلت معها أو يعني موقف عاشته مثلا؟ أنا أظن أن الاستشهاد بالأبيات الشعرية يكون أسهل وأسلس، وهذا أيضا ما ذهب إليه نزار قباني في إحدى مقابلاته الصحفية، ما رأيك أنت؟ أنا أتفق مع هذا الطرح تماما، لأن المسألة كما تفضلت أستاذ مصطفى، وخصوصا أننا نعيش عصرا ما يعرف بعصر السرعة، فأنا لا أستطيع فعلا أن أقرأ صفحة صفحتين، وإن فعلت ربما يتململ أو يتملل الجمهور الذي يجلس أمامي أو الذي يستمع إلي. المسألة ليست في الإطالة، المسألة في الاختصار، إنما البلاغة الإيجاز كما قال الأعرابي حين سئل، وهذه مسألة معروفة قديمة لا سبيل إلى إعادة طرحها. ومن نعم ثم فإن الشعر هو الذي يقدم الزبدة، وهو الذي يقدم الفكرة، وكذلك فإننا مثلا نجد في إلماعة أخرى أن الأمثال السائرة هي في كلمات محدودة، لا تحتاج إلى إطالة ولا تحتاج إلى موضوع، كما يقال لا تحتاج إلى موضوع تعبير أطرحه على الناس بشكل أو بآخر، لا أحتاج إلى محاضرة كاملة، ربما أقدم لهم بيت شعر يوجز مسألة أو أخرى، كما قال الأول مثلا في قول الفرزدق واللي نستأنس به حينما قال أما بنوه فلم يقبل شفاعتهم، فلم تقبل شفاعتهم، ولعلي نسيت مقصود محمد، أما بنوه فلم يقبل شفاعتهم، وشفعت بنت منصور بن زبان، ليس الشفيع الذي يأتيك مبتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. الشفيع العريان مسألة مهمة جدا في إطارها العام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا النذير العريان، أي الذي أتيتكم ولا شيء بعد ذلك تنتظرون. ومن ثم فهذه مسألة ضرورية جدا، أنا أستخدم بيت الشعر أقدم به فكرة طويلة عريضة أوجزها في كلمات محدودات، لن أستطيع مطلقا أن أفعل ذلك، أن أقرأ هاملت مثلا، أو أن أقرأ وليكن تاجر البندقية أو ما إليه من القصص والروايات والمطولات على الناس، حرب والسلام تولستوي أو غيره، لن أستطيع أن أطرح كل ذلك على الناس، أستطيع أن أقدم لهم فكرة موجزة نعم من خلالها يعرفون الكثير. أنا أقدم شيئا قليلا في كلمات محدودات، فعلا وهم بعد ذلك يفصلون كما شاءوا. إذا المسألة ليست مطلقا في أن أقدم كتابا طويلا عريضا لا يفهم منه شيء، أو أن تكون القصة أو الرواية مهمة جدا لكن
أن أقارن بين هذا الإيجاز المهم وبين الإطالة والإسهاب؟ هذه مسألة فيها خلل. يعني لو أنه قال رحمه الله الدكتور جابر عصفور الرواية نجمة الشباك اليوم، أو الرواية هي المتقدمة في السوق، لكان أدعى إلى أن يعني يقبل منه أكثر من قوله مثلا الرواية هي ديوان العرب، لأن ديوان العرب ما يستشهد به من العرب أنفسهم، ولا يمكث المرء في أرض يضام بها إلا من العجز أو من قلة الحيل. بيت شعر واحد ربما يغنيك عن الكثير من الصفحات كما قال العقاد. سنواصل الحديث الشيق معك أستاذ محمد الشبراوي الكاتب الصحفي والناقد المصري، لكن قبل ذلك سنخرج إلى استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من الدوحة الكاتب الصحفي والناقد الأدبي الأستاذ محمد الشبراوي. أستاذ محمد، قبل أن نواصل الحديث في الشعر والرواية، سؤال ربما كان مفاجئا لك وغريبا قليلا، وربما من الأسئلة التي قلما تتعرض لمثلها. هذه المكتبة التي تقوم شامخة خلفك ودون أن تنظر إليها، كتاب من الكتب التي تعمر بها هذه المكتبة وخطر على بالك الآن، عنوان هذا الكتاب ولك أن تتحدث عنه قليلا. بداية، من الكتب المهمة في مجال الصحافة على وجه التحديد تجربة الأستاذ محمد كريشان. محمد كريشان يروي، وإليكم التفاصيل. هذا الكتاب ماتع لأسباب عدة، من بينها أن الرجل في مؤسسة صحفية عريقة، مؤسسة الجزيرة، أضف إلى ذلك أنه قدم معلومات مهمة جدا لجمهور الصحفيين، وكذلك لشباب الصحفيين، كيف يستطيع الإنسان أن يواصل شغفه بطريقة أو بأخرى بالرغم من التحديات التي يتعرض لها أو التي تمارس عليه من وقت لآخر، التحديات الشخصية، تحديات العمل، طبيعة العمل، وكذلك الطبيعة الفكرية للمرء عندما يدخل في سياق تجربة بهذا الحجم وبهذا القدر، كيف يستطيع أن يواصل شغفه في هذا الطريق وأن يواصل رسالته بالرغم من الضغوط الداخلية والخارجية على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي وما إلى ذلك. حتى أن كتاب إليكم التفاصيل الذي تحدثت عنه هو للأستاذ الصحفي الكبير محمد كريشان، يعني يعلو مكتبتك وهو في الرف الأعلى، وقد جعلته واجهة. أحسنت كثيرا أستاذ محمد بهذا الاختيار، أحسنت كثيرا. هذا عن الكتاب الذي طرأ على بالك، لكن ماذا عن خطيب الجامعات؟ خطيب الجامعات هذه كانت مبادرة، وهذه المبادرة قدمت في جامعة قطر، ولكن قبل ذلك قدمناها على مدى عامين بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية، وكانت لتخريج عدد من الشباب المحبين للثقافة والمحبين للغة العربية والمحبين للسان الفصيح، لأننا وجدنا عددا كبيرا من الناس يريد أن يتحدث أمام جمهور لكنه لا يحسن أن يتكلم إلى الناس بشكل مباشر، يتحدث من وراء ورقة كما يقال. كانوا قديما يتخفون وراء الميكروفون في الإذاعة، وكان هذا شيء جميل جدا، لكن اليوم عندما أصبح التواصل مباشرا بيننا وبين الجمهور، يحاول كثيرون أن يتحدثوا إلى الناس غير أنهم لا يجيدوا هذا الفن، ومن ثم فيتوسلون بالورق. وأذكر أن جانين بيرو في الولايات المتحدة الأمريكية قدمت نفسها عام 2005 على أنها التي ستكتسح هيلاري كلينتون، ثم بعد ذلك وقفت في أول مؤتمر صحفي وتحدثت قليلا، وكانت تقرأ من الورق وتنظر إلى الجمهور لماما من وقت لآخر، وإذا بها تنظر إلى الفريق الذي معها، وبعد أن صمتت لمدة 30 ثانية قالت لهم: أيكم يملك الورقة العاشرة من خطابي؟ هذه كارثة. إذن أنا لا أعرف ما أقول، أنا كيف أتواصل مع الجمهور، كيف أؤثر بصريا، أين التواصل في ذلك؟ وجاءتني فكرة في يوم من الأيام، كنت قد ذهبت لصلاة الجمعة في بعض المساجد
وأعجبني الخطيب، خطيب مصقع كما يقال ويؤدي بشكل ممتاز، وكنت قد جئت إلى المسجد متأخرا وكنت خارج المسجد، فعقدت النية على أن أذهب إلى الأسبوع في الجمعة المقبلة إن شاء الله أن أجلس في الصف الأول لأتابع هذا الخطيب، ويا ليتني ما فعلت، لأنني عندما ذهبت إلى هناك وجدت الخطيب وقد قال إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بعينيه في الورق فلم يخرجهما من الورق إلا عندما قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذه مسألة. المسألة الأخرى هي أن البعض يحاول، أو أن بعض الناس بدون التعريف في بعض، أن بعض الناس يحاول أن يقدم نفسه على أنه يملك علوما كثيرة، لكنه يضع نفسه في موضع سيء عندما يلحن في العربية، وكما قال عبد الله بن المبارك والقولة نفسها منسوبة إلى عبد الملك بن مروان، اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. هو يملك علما كثيرا غير أنه يلحن في اللغة العربية، يلحن في الأساس، فكيف يقدم للناس نفسه وكيف يقدم للناس ما لديه؟ وكما قال الأول، النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. من هذه المسألة جاء الاهتمام باللغة العربية، وجاء الاهتمام بخطيب الجامعة، لأنني أشترك في غير مجال من مجالات التواصل والخطابة، وأجد في كل ذلك أنهم يقدمون الفنون، لغة الجسد، التواصل البصري، كيف تؤثر إقناعا وإمتاعا، لكنهم كل ذلك يضع اللغة العربية في نهاية القافلة أو في آخر القطار، لا يعتمدون عليها بحجة أو بزعم أن اللغة العربية صعبة وأن اللغة العربية ستحتاج وقتا طويلا ليتقنها هذا أو ليتقنها ذاك، ومن ثم فنحن لا نعول على اللغة وإنما نعول على ملكة الحديث. إذا من هذا المضمار أو من هذا الملخص جاءت فكرة خطيب الجامعات، أن جاءت فكرة خطيب الجامعات من هذه الجزئية، لنركز على مسألة مهمة، مسألة اللغة فضلا عن مسألة الحديث أمام الجمهور والتواصل والتأثير في ما الوقت شاء الله. ذاته في أشكال مختلفة. وكان معي الصديق الأستاذ الدكتور أحمد الجنابي، وقدمنا هذه المبادرة على مدى ما ثلاث شاء الله. سنوات، وإن شاء الله في هذا العام ولعله حصري جديد أننا إن شاء الله سنقدم نسخة جديدة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة لوسيل في دولة قطر بإذن الله هذا العام الدراسي. دام توفيقكم أستاذ محمد بإذن الله تعالى. قبل أن نخرج إلى فاصل جديد، أود أن أسألك سؤالا يعني نريد له إجابة مختلفة هذه المرة، حتى يحافظ الشعر على مشروع بقائه، ما المطلوب؟ ما اللازم أن يقوم به الشعراء؟ المسألة ليست قاصرة على الشعراء وحدهم، لأن الشعراء يقدمون ما لديهم، يشاركون في منتديات وندوات ويشاركون في ملتقيات وما إليه. المسألة تحتاج جهدا آخر من المسؤولين الحكوميين ومن المجتمع المدني نعم بشكل عام، أن أقدم للناس هذه الفكرة المهمة، أن الشعر موجود وأن الشعر له تأثير كبير، وأن أحسنت. الناس مثلا عندما تخرج في مظاهرة من المظاهرات قديما وحديثا، مثلا لو ذكرنا سعد زغلول، أخرج من بطون المعاجم ومن بطون الكتب العربية كلمة الزؤام، لم تكن مستخدمة قبل عام 1919 يا سلام. كلمة الزؤام، فأخرجها من بطن القاموس وجعلها جزءا من شعار الثورة، الاستقلال التام أو الموت الزؤام. فمن وقتها حتى يوم الناس هذا نستخدم كلمة الزؤام ولا نراها الزؤام ولا نراها غريبة أو عجيبة كما يتوهم بعض الناس. المسألة تحتاج إلى تكاتف الجهود، وأن يقدم المسؤول الثقافي والمسؤول الأدبي، وأن يقدم الوزير في هذه الدولة وفي تلك، أن يقدم الشعراء وأن يقدم لهم ما يستحقونه من صدارة ومن تكريم، لأن التركيز على مسألة الرواية الرواية نعم الرواية ووضع الشعر في نهاية القطار، هذا لن يؤدي إلى تقدم كبير ولن يؤدي إلى ثقافة واسعة لعالم الشعر. إذا أنا أحسنت. رأيت الناس يؤخرون الشعر، أنا شاب صغير أتحدث عن شاب في مقتبل عمره، يرى الناس يتحدثون ويقللون من قيمة الشعر، فكيف أذهب أو بأي منطق أذهب إلى هذا الشعر أو إلى هذا الموضوع؟ لا، أنا سأبحث فعلا عن ما يسمى بالموضة اليوم، ما هو الجديد؟ الرواية، إذا سأذهب إلى الرواية، لدرجة أنني قابلت في بعض الأماكن، قابلت طالبا في الجامعة في عمره في 20 من عمره، وقال لي إنه كتب 5 روايات،
فاستغربت جدا لأن ذلك لم ينعكس ولو بربع دقيقة، لا أقول أكثر من ذلك، لم ينعكس لربع دقيقة على لسانه أبدا، فهذه مسألة غريبة. يا الله، طبعا هذا الكلام وهذه الإجابة العالية لا تعني بالضرورة أنك ضد الرواية، ولكنك ضد مشاريع الهدم والإقصاء لأجناس أدبية يعني لها قيمتها في التراث، وكذلك لها قيمتها في من يشتغل عليها بزماننا المعاصر. وبالتالي لكل فن أهله، وعلينا أن ننهض بالفنون هذه مجتمعة من أجل التواصل لا الصراع. أحسنت كثيرا أستاذ محمد، سنخرج الآن، تفضل. في المسألة ذاتها نجد أن بعض الناس يقدم نفسه على أنه مؤرخ أو ما إلى ذلك، ثم يطعن في الشعر وفي الشعراء ويقول هذا ليس بشاعر وهذا ليس بشاعر، وهؤلاء المتحدثين بضاعتهم في العلم لا أقول مزجاة بل هي ليست شيء أصلا، وهذه قمة أخرى تضاف إلى القمة التي نتحدث عنها، لأن هؤلاء يقللون ويقزمون من قيمة الشعر وهم لم يكتبوا سطرا واحدا يخلدهم في حياتهم أو بعد على مماتهم. ما يبدو أنك من الذين لا يغفرون زلة أحدهم يا أستاذ محمد ولا يتجاوزون. أنا معك وكثيرون معك في هذا، فلا ينبغي لمن يقدم نفسه على أنه مؤرخ أو على أنه ناقد رياضي مثلا، فتجده يتحدث مثلا عن الأعمال الكاملة لنزار قباني أو لدرويش أو لغيرهما من الشعراء، وهو الذي ربما لا يجيد قراءة بيت شعر واحد باللغة العربية السليمة. أحسنت كثيرا، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مشاهدينا، سنخرج الآن إلى استراحة قصيرة، فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من الدوحة الكاتب الصحفي المصري والناقد الأدبي الأستاذ محمد الشبراوي. حيا الله أستاذ محمد من جديد. حياكم الله أستاذ. أهلا وسهلا بك. يعني عن فكرة استقبال النقد الجاد من الأدباء والشعراء، لماذا تجد أن يعني لا أريد أن أقول على الجملة، ولكن هناك عينة لا بأس بها من الشعراء يعني ربما يرفضون فكرة أن يكون هناك ناقد يحاول أن يعني يعالج بعض سلوكياتهم الأدبية والشعرية ويطور من أساليبهم، لماذا يرفض هؤلاء الشعراء؟ أين تكمن المشكلة؟ لعل المشكلة تكمن في أن بعض الشعراء لديهم اعتزاز مبالغ فيه بأنفسهم، أخذوها من المتنبي، لكن أين أنتم وأين المتنبي؟ صحيح، فهذه مسألة ضرورية. المسألة الثانية أن بعض النقاد لا يملك الأدوات الصحيحة، أو أنه ربما يقدم نقده بصورة فجة أو بصورة مبالغ فيها أو بصورة متعالية، ومن هنا يكون ما يسمى بحوار الأقاصي، هذا في أقصى الاتجاه وهذا في أقصى الاتجاه المقابل، ومن ثم لا يكون التوافق أو لا يقبل ما يقوله هذا الناقد أو ذاك. كذلك فإن مسألة النقد تحتاج إلى ضوابط كثيرة، من بين هذه الضوابط أن يكون الناقد باحثا بصورة مباشرة عن الهدف العام وليس عن التجريح الشخصي في هذا الشاعر أو ذلك الشاعر، يريد أن يقدم الحقيقة مطلقة أو وفق ما يتصوره، ليس بالضرورة أن تكون الحقيقة مطلقة، إنما أن تكون المشاعر التي يستخدمها في تقديم هذه الحقيقة صادقة، ليس بالضرورة أن أكون ملما بتفاصيل هذا الشعر أو بمشروعه الشعري كاملا لكي أقدم ما لدي، لكن الأهم أن أقدم ذلك بصدق وألا أريد أن أزايد على هذا الشعر أو على هذا المشروع الشعري. تحدثنا قبل قليل عن من نقد أو عن من تكلم في نزار قباني وقال نزار في ذلك من قبره ربما يرد عليه يتهكمون على النبيذ معتقا وهم على سطح النبيذ ذباب، أحسنت. الشعر يبقى، الخمر تبقى إن تقادم عهدها خمرا وقد تتغير الأكواب. إذن هذا ليس من باب المبالغة لدى نزار قباني ومن على شاكلة نزار قباني، لماذا؟ لأن هؤلاء قدموا مشروعا شعريا كبيرا ومهما ومؤثرا في وقتهم. إذا أراد الناقد أن ينقد هؤلاء فعليه أن يملك الأدوات الصحيحة، كذلك عليه أن يقدم معالجة مقبولة وليست معالجة من باب الشو الإعلامي كما يعرف اليوم، يريد أن
ينصب نفسه أو يقدم نفسه من خلال أو يقدم نفسه على جثمان نزار قباني وأمثال نزار قباني. وأذكر قديما أن أحدهم أراد أن يستعرض عضلاته الفكرية وليست له عضلات من الأساس أمام أبي تمام، فقال له: لما لا تقول ما يفهم؟ فأفحمه ساعة. قال أبو تمام في التو واللحظة عندما قال له: ولم لا تفهم ما يقال؟ هذه مسألة ضرورية. بعض الناس يريد أن يستعرض، يريد أن يقدم نفسه على أنه قريب من الجمهور وملتحم بالجمهور، وأن هذا الشاعر لا يفهم الجمهور وأنه متعالم في برج عاجي، ومن ثم أنا الناقد سأقدم لك الطريقة الصحيحة أو الوصفة الصحيحة التي تستطيع من خلالها أن تقترب من الجمهور وأن تصبح شاعر الجمهور. لكن هذا له مبدأ وهذا له مبدأ، هذا له تصور وهذا له آخر، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. وليس من الحكمة أن أقحم الناس أو أن أجر الناس إلى مضماري أو إلى الفكرة التي أدندن على وترها وأدوزن عليه. المهم أن أقدم ما لدي صادقا، عندها سيفهم الجمهور أنني لست صاحب شو إعلامي أو لست صاحب تضخيم لنفسي وتقديم لنفسي على حساب إبداعات الآخر. هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح، أنا الدمشقي إن شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو قطعتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. ليقل من شاء عن نزار، ولكن لن يبقى إلا الشعر العالي وشاعره كذلك. استقبال النقد الجاد تحدثنا به أستاذ محمد، لكن ماذا عن واقع الشعر العربي المعاصر المرتبط بقضايا الأمة؟ نحن نجد إبداعات شبابية في مجال الشعر، لكن تجد أن الكثير منها ينزاح انزياحا عجيبا عن قضايا أمته وأوجاعها وآمالها وآلامها. لماذا هذه الظاهرة آخذة بالاتساع للأسف؟ لماذا هي من الأساس؟ هذه الظاهرة أستاذ مصطفى لها مسببات كثيرة، من بينها مثلا الرواج الشعري، أن الناس عندما يرون مثلا موجة تطبيع في عدد من الدول العربية، فأنا لو تكلمت عن هذه المسألة، مسألة القضية المركزية، كما قال رحمة الله عليه الدكتور فتحي الشقاقي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، عندما أتحدث عن هذه القضية سأخسر جمهورا في هذه الدولة أو في تلك. إذن أنا أريد أن أبحث عن الموضوعات، لا أقول الموضوعات العلمية، لكن الموضوعات التي هي بعيدة عن البؤر الساخنة. لا أريد أن أطرح موضوعا معينا، هذا الموضوع ربما أشارك هذه هواجس لدى بعض الناس، لا أقول عند الكثيرين أو عند كل الناس، هواجس لدى بعض الناس. أنا أريد أن أشارك مثلا في العام المقبل في الجائزة الفلانية في الدولة الفلانية، وهذه الدولة لها موقف معين من هذه القضية أو تلك، ومن ثم فأنا أريد أن أسير في منطقة بعيدة عن الأشواك. هذا جزء من الأجزاء. المسألة الأخرى، ربما لا يملك هذا الشاعر مشروعا فكريا، ومن ثم لا يستطيع من خلال تجربته أن يعبر عن هذه القضية، ربما يكتب في هذه المسألة. وأذكر مثلا أن أحمد شوقي رحمة الله عليه أمير الشعراء كان يتأخر في الكتابة عن بعض الموضوعات، فعوتب في ذلك كثيرا، وعوتب في هذه المسائل من باب الالتزام. مثلا لما توفي مصطفى كامل تأخر كثيرا، اقترب من عام بطوله قبل أن يكتب عنه، فلما عوتب في المسألة قال لبعض خاصته، ولم يرد على العام، إنما قال لبعض خاصته إنه ينتظر أن تخرج القصيدة حارة ملتهبة لتعبر عما يجيش في خاطرته. ليس بالضرورة أن يكون ما في داخله عندما يكتب أو عندما يخرج الناس أن يكون بنفس صدق العاطفة التي يشعرها أو التي يحسها. ومن ثم فهو أراد لذلك الموضوع أو لهذا الشعر أن يبقى داخله مدة، ثم إذا خرج إلى الناس خرج بالعاطفة التي يريدها. هذه مسألة ضرورية. بعض الناس لا يملك الصدق الشعري في مسألة معينة، لا أقول على الإطلاق، ربما هو صادق في النواحي العاطفية أو الجناحي العاطفية، لكنه ليس صادقا أو ليس مكينا في قضية بعينها، ومن ثم لا يريد أن يخرج للناس شيئا يؤخذ عليه بعد ذلك. المسألة الأخرى مسألة أن الجمهور، هل الجمهور يتقبل هذه الفكرة اليوم أم لا؟ بعض الشعراء لا يبالي بهذه الجزئية، وإنما يطرح ما لديه على طريقة سقراط: قل كلمتك وامضي. ومن ثم فهو يقول ما لديه، ثم بعد ذلك يترك الجمهور يتفاعل اليوم أو بعد غد أو بعد سنوات، وهذا ما فعله كثيرون.
وآخرون يضعون مسألة الحساسية، لا سيما في عصر التواصل الاجتماعي، يبحث عن هل الجمهور سيتفاعل، عدد اللايكات كم، عدد التعليقات على هذه نعم، القصيدة أنت نويت القضية الفلسطينية وما إليه. هذا من أهم فهذه أسباب الكوادس التأثير. نعم، عند كثيرين للأسف هذه الأول. شكرا لك أستاذ محمد. طيب، بكل إنصاف وأنت أهل له ولا شك، كيف يمكن أستاذ محمد للنقد أن يوجه الشاعر بحيث يساهم بتكوين مضمون رسالي في التجربة الشعرية لهذا الشاعر؟ الشاعر يستطيع أن يفيد من النقد بشكل مباشر، لأنه لا يوجد على وجه الأرض مطلقا، لا يوجد إنسان كامل، وهذه مسألة ضرورية، الشاعر يعرف ذلك في نفسه، لكن النقد عندما يوجه إليه بصورة صحيحة أو بصورة فيها نوع من الود، ليس بالضرورة أن أجرح في هذا الشخص لأظهر له وللناس أنني مكين من أدوات النقد، عندما يرى الشاعر أن هذا النقد في صالحه وأن هذا النقد سيضيف إليه، لن يتأخر مطلقا أن يفيد من هذا النقد وأن يطور من أدواته. وقد أفاد البحتري من أبي تمام، وهذه مسألة ضرورية، أن الكبار يساعدون، بعض الكبار يساعد بشكل مباشر وفي نصيحة في الخفاء أو كما يقال بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن التسجيلات، وهذا مهم جدا لأنه يحافظ على، لا أقول كبرياء الإنسان، إنما يحافظ على غرور الشاعر، والشاعر مغرور بطبعه، وهذه مسألة جميلة، ليس هو الغرور السلبي إنما هو الغرور الإيجابي، الشخص الذي يريد أن يقدم للناس أفضل ما عنده. إن أردت أنت أن تطعن فيه وأن تجرحه بشكل مباشر أو غير مباشر، فهذه مسألة لا يقبلها الإنسان في حياته العادية. لذلك الإمام الشافعي عندما قال تعمدني بنصحك في انفرادي أو في الخفاء، فهذه مسألة تعمدني ضرورية، بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن فإن النصح النصح بين الناس عيب من التوبيخ لا أرضى استماعه، أحسنت، وإن صحيح، خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. هذا تفضل، لك أن تكمل. مسألة ضرورية جدا، فأنا لا أستطيع أن أقدم نقدي لإنسان أيا كان هذا الإنسان، أن أقدم له نقدا جارحا بصورة نعم، أو بأخرى وفي قرارة نفسي أنه سيقبل ذلك وأن هذا الشخص سيدعم له أو سيخضع له، هذا ليس من المنطقي في شيء، لأن هذا الكلام إذا وجد نعم. لي أنا سأشعر بالإهانة طيب أستاذ و محمد، فيما يتعلق بشعر القضايا، وبكل صراحة شعر القضايا اليوم، يعني هناك كثير من الشعراء يرى أن شعر القضايا للأسف يعني أصبح من رث الثياب، رغم أن كثيرين يخالفونهم في هذا الرأي. شعر القضايا ومدى إمكانية انتشاره وقابليته للحياة، انطلاقا من رؤية الأستاذ محمد شبراوي، تفضل. أستاذ مصطفى، أنت شاعر ولك قصائد أنا أتابعها بشكل شخصي أشكرك. وتعجبني جدا، وكذلك الشعر الفلسطيني أيضا، الفلسطيني المصري محمد تميم البرغوثي، هذه قضايا شعرية تقدم وتسوق للناس. أيضا في الجيل السابق الأستاذ الكبير الأستاذ فاروق جويدة له قصائد كثيرة في القضية الفلسطينية وفي القضية العراقية، وأذكر وكنا طلابا في الجامعة عندما نشر قصيدته التي تقول في يقول في مطلعها طفل صغير ذهب، ليس في مطلعها، هي القصيدة في مطلعها، أطفال بغداد الحزينة يسألون بأي ذنب يقتلون، نعم، يتجمعون على شظايا الجوع، يقتسمون خبز الموت ثم يودعون، شبح الهنود الحمر يظهر في صقيع بلادنا ويصيح فينا الطامعون، من كل صوب قادمون من كل جنس يزحفون، تبدو شوارعنا بلون الدم والكهان في خمر الندامة غارقون، إلى آخر هذه القصيدة المتعة. أقول هذه قضايا مهمة جدا تقدم للناس والناس يقبلون عليها من كل فج عميق، لماذا؟ لأنها قضايا صادقة قدمها الشاعر وقدم فيها كل حرارته الشعرية وكل حرارته الصادقة في تقديم هذا العمل الطيب، ومن ثم فالناس يقبلون عليه. توجد قضايا أخرى ربما تكون باردة لأن الشاعر هذا أراد أن يسير الموج أو أن يسير الموجة الحالية، مثلا في غزة أو في القضية الفلسطينية أو في القضية اليمنية أو في العراق أو في نعم، لبنان وفي جروحات الأمة التي للأسف لا تنتهي. إذا المسألة تعتمد على الصدق، ولذلك أذكر أن ابن عمر بن ذر عندما سأله قال له يا أبتي لماذا إن خطبت بكى الناس،
وإن خطب غيرك لم يحرك فيهم ساكنا، قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يا الله، فرق كبير بين هذه وتلك. أحسنت كثيرا والله أستاذ محمد. يعني إذا ما أردنا أن يعني نتفطن إلى أسلوب الشاعر أو أن نستكشف أسلوبه، ف يعني نقول إنه شاعر مبدع أو غير ذلك، فإن الأمر بالكاد لا يتجاوز أن تستمع إلى بعض أبيات من نصوص متفرقة له ومن أغراض متعددة ومن بحور متعددة وكذلك موضوعات بما لا يزيد عن دقائق. لكن إذا أردت أن يعني تميز الغث من السمين في الرواية فإن الأمر ربما يستغرق منك أياما وربما أسابيع طوال. موضة كتابة الرواية، هل ترى أن أنصار هذا الجنس الأدبي حتى يظل صافيا نقيا وفي تسامي وفي ارتفاع متزايد، هل يمكن أن يتبعوا أسلوب فلترة بحيث ألا تضج أرفف المكتبات بكل من هب ودب ويسمي نفسه روائيا وكاتبا؟ أستاذ مصطفى، لقد نكأت جرحا جديدا، وأنا بشكل شخصي أنا أتابع كثيرين وإن لم أتكلم. أنا في طبيعتي الشخصية أحضر عددا كبيرا من الندوات والفعاليات، لكنني لا أطلب الكلمة ولا أتكلم، أجلس لأفيد من الحضور. وللأسف يعتنق كثيرون مذهبا قديما وهو مثل من أمثال العرب يقول برق لمن لم يعرفك. هذه مسألة ضرورية، فهو يقدم نفسه على أنه شكسبير العصر الحديث، ثم بعد ذلك إن خاض في الكلام وجدته يخطئ حتى في السرديات وفي النظرية السردية وفي تأسيس النظري الذي ينطلق من خلاله فيما يعرف مثلا استخدام الاسترجاع والاستباق في الكتاب، في الكتابة السردية يستخدم في الوقفات أو القفزات الزمنية والحذف والاختصار وغير ذلك في الحديث عن التنظير السردي، يستخدمه بشكل خطأ أصلا، لكنه مع ذلك يقدم نفسه. وأذكر لك مثالين سريعين. المثال الأول كان قبل أقل من شهر، كنا في ورشة للأستاذ الدكتور أمير تاج السر، وهو عالم من أعلام كتابة الروايات في العصر الحديث، وهو رجل غزير الإنتاج بارك الله في عمره وفي عمله وفي قلمه. يحضر الرجل يتكلم، هي ورشة، هو يقدم خلاصة خبرته للناس. تجد أن بعض الحاضرين أو بعض الحاضرات نظروا في هذه الورشة أكثر مما تكلم المدرس أو الأستاذ. فهذا لماذا جئت أنت؟ إذا أنت تملك كل هذه الأدوات وكل هذه المهارات، فلماذا جئت لكي تنظر أمام، تريد أن تستعرض أمام هذا العالم؟ هذه مسألة غير مقبولة. هذه واحدة. ذكرني ذلك بموقف حدث بالأسود الدؤلي، لا أريد أن أخوض فيه، لكن المسألة الأخرى أو النقطة الأخرى حدثت في ورشة أيضا لكتابة الرواية، عندما ناقش المدرس أو الأستاذ التلميذ أو المتدرب في مسألة أن اللغة العربية ضحلة، أنت لغتك يا بني ليست على ما يرام. فقال هذا الشاب قالة وقد امتلأ فخرا وغرورا، قال ما في حاجة اسمها المدقق اللغوي أو المحرر اللغوي، لا هو حول ولا يريد قوة أن إلا بالله. يقدم نفسه على أنه مفكر. نعم، قال أيضا جاء بطم لك أن تتابع، تفضل نحن جاء نستمع بطمة إليك. أخرى الصفر عندما قال أنا لا أقرأ، قالها هكذا، قالها بمنتهى الأريحية. فلما سئل لماذا لا تقرأ، أنا المدرب أو صاحب الورشة الأستاذ أيضا كان الدكتور أمير تاج السير، قال له يا بني أنا في هذا السن وكتبت أكثر من 20 رواية، أقرأ على الأقل ساعتين يوميا. قال لا لا، أنا آخذ من الحياة. فكتبت بعد ذلك مقالا او مطبوعا في كتاب المقال عنوانه وحي القلم. نعم، هذا الكتاب، عفوا، هذا المقال يناقش هذه الظاهره التي تلح على كثيرين نعم فيقدم انفسهم كانهم من اهل الاختصاص، يقدمون انفسهم على انهم من اهل الاختصاص في اللغه ومن اهل الاختصاص في الفكر، وما اكثر هؤلاء. انفسهم وهمجت بهم البغال، أنا آسف التعبير، لكن هذه حقيقة. وأرادوا أن يقدموا أنفسهم في صورة من صور الأدب المبالغ فيه، أنا أديب، أنا روائي، يا أخي أنا عندي كل الأدوات أصلاً، فلماذا تتصدر؟ فعلاً، وهذه مسألة ضرورية، هم أرادوا أن يقدموا أنفسهم على أنهم روائيين، على أنهم روائيون، لماذا؟ لأن الرواية كما قال بعض الناس هي الجنس الجديد وهي الرائد الأساسي في علم نعم الأدب، لكنهم لا يملكون الأدوات. لكن المسألة الأخرى والأكثر من ذلك تعقيدا أنهم لو حاولوا
أن يتسوروا أسوار الشعر أو أن يقفزوا على أسوار الشعر ستظهر سوءاتهم سريعا، ومن ثم فهم يتدارون خلف المركب الموقف السائد، عملا بقول القائل أنا مع الجماعة أو أنا بطريقة آخرين. هو يريد أن يداري ما هو فيه من خلال أنه يمضي في موقف طويل العريض، لن يظهر أو لن تظهر سوءته إن ابتعد عنهم وأراد أن يقدم تجربة صادقة خالصة. أحسنت كثيرا أستاذ محمد. كل متطفل لو حاول أن يتصور صورة فن عظيم عريق حتما سيسقط وتنكسر رقبته، لأنه كل على هذا الفن لا يستحقه. الشاعر الحقيق بكل تقدير ومدح وتكريم حتما سيظل ويواصل، وكذلك الروائي المبدع حتما سيواصل، وهما خطان يعني متجانبان متلازمان، يعني يواصلان الصعود بكل همة واقتدار بعيدا عن أي صراع. فرحنا كثيرا بمحاورتك في هذه الحلقة أستاذ محمد. وصلنا إلى الختام. في الختام نشكرك شكرا جزيلا الصحفي والكاتب الناقد المصري الأستاذ محمد الشبراوي، كنت معنا عبر الإنترنت من الدوحة. شكرا جزيلا لتشريفك لنا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر أو ناقد ربما شاعرة. ظلوا في أمان الله.